قال رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة جمال الشرقاوي إنه تم صرف نحو 90% من السلع التموينية لشهر يناير في 16 محافظة. وأضاف الشرقاوي أن السلع متوافرة في مختلف المنافذ للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، مشيرا إلى طرح كافة المنتجات وخاصة السكر والزيت بكميات كبيرة في منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية.